عشنا لحظات كأنها يوم القيامة. خلال مدة الزلزال أنا كنت مع زوجتي وأطفالي الأربعة، حاولت أن أحمل أطفالي، حملت ثلاثة منهم ونزلت من الطابق الثالث إلى الأرض في اللحظات الأولى من الزلزال. وعندما وصلت كنت أبحث عن زوجتي وطفلي الصغير، كانوا ما يزالون في البناية. وعدت مسرعا أيضا إلى مدخل البناية، والحمد لله خرجوا سالمين. ولكن هناك الكثير من الناس لم يستطيعون الوصول إلى نعم، حمدا لله لم على يستطيعون سلامتك الوصول إلى وعلى أهلهم سلامة العائلة وأحبابهم. محمود. نرجو من الجميع، ونرجو من جميع الدول في العالم أن توجه كل جهودها إلى هذه المناطق في تركيا وإلى شمال غرب سوريا تحديدا. هناك الأوضاع خطيرة جدا. أيضا منطقة انطاكيا يوجد المئات من الناس مفقودين تحت الأنقاض. إلى الآن فرق الدفاع المدني تصلني رسائل كثيرة من سوريا وأنا أقف عاجزا. كيف سأطمئنهم عن أهلهم وعن أحبابهم وهم تحت الأنقاض؟ لا نعرف مصيرهم. أيضا لا نفقد الأمل، لأن الكثير من الحالات تم استخراجها وهي على قيد الحياة. ونرجو ونتأمل وكلنا ثقة برب العالمين أن يخرج أكبر عدد ممكن من هؤلاء الناس على قيد الحياة. وشكرا لكم وأعتذر أيضا. شكرا لك وحمدا لله على سلامتك وسلامة العائلة محمود، كنت معنا من تركيا.